التراب تشت الدنيا عالقصف المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخباركم يا رب طيبات، يا رب بخير وصحة وعافية. حياكم الله معاي بروتين صباحي جديد، يلا لايك صغير يشجعني ويدعمني وتعالي مع بعض نبدأ. أول حاجة زي ما تشوفون الساعة يا بنات عندي 6:07، خلاص أنا لي ثلث ساعة تقريبا صاحية، والبيت عندي في حوسة تمام، لكن اليوم قلت بخلي البيت على جنب وببدأ اليوم بس بالمطبخ. البيت ما في شيء، ترتيب بسيط نفس العادة يعني، بس عندي شوية ما في حوايس يعني، أشياء بسيطة بالمطبخ خلاص كذا، علشان اليوم يا بنات خلاص اليوم بإذن الواحد الأحد إن شاء الله نستلم البيت بإذن الله تعالى. طبعا إذا استلمنا البيت مو معناه نبغى نبدأ ننقل، لا، معناته في أشياء نبي نسويها اللي هي المغاسل أنا وأبو سارة، بعدين لازم ننظف البيت وبعدين نبدأ ننقل. فأنا ما أقدر أنقل البيت لسه ما تنظف، يبغى له شغلة 3 أيام 4 أيام علشان نبدأ ننقل فعلا. لكن إذا نظفنا المطبخ وخلصنا بإذن الواحد الأحد على طول نبدأ ننقل المطبخ، يعني هذا يعتمد على سرعتي أنا، فأنا ما أبغى أتأخر صراحة، أبغى لما يبدأ الشهر الجديد نكون خلاص فارشين تحت وخلص. فأول حاجة أريد أسويها الحين أبغى أشيل الحوسة اللي هنا، شوفوا أمس كنت طابخة منزلة وطابخة رز ما بقي منها ولا شيء. الرز يمكن يكون باقي شوي ما أدري، خلوني أشوف. شوفوا هذا اللي كان، هذا اللي زاد، كل حاجة ما شاء الله كلوها. هذا كان غدانا أمس، خليتها بالحافظات، والعشاء جاب أبو سارة رز كمان. فأبغى أبدأ أرتب معاكم كذا على السريع، معكم راح أرتب وبعدين نشوف إيش نبغى نسوي. بس أول ما نبدأ أبغى أسوي لي كوب حليب، ويلا على بركة الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نرتب، وراح أضب معاكم بعض الأدراج. هيا على بركة الله. أول حاجة شغلت التلفزيون على حاجة أحبها وبدأت كذا ألملم المطبخ. طبعا أنا بعد ما لملمت المطبخ لملمت البيت وبعدين لبست، وبعد كذا راح أروح لأمي وبختم الفيديو وأنا عند أمي تمام. طيب أول حاجة أنا بجاوب على سؤال جاني كثير، بما أني أنا قاعدة أنقل من بيتي، ليش يا أم سارة ما تأخذون بيت ملكي؟ شوفوا أبو سارة مو عاجز يأخذ بيت ملكي، بس أبو سارة مرده للقصيم. أي واحدة زوجها موظف تتبع زوجها وين ما يروح، صح ولا لا؟ إحنا أصلاً المفروض ما كنا بسكاكة، يفترض النقل حقنا كان بالرياض، يفترض إن إحنا حالياً مستقرين بالرياض، بس أبو سارة طلب نقل السكاكة من الرياض لسكاكة، قال دامكم وجهتوني حطوني بسكاكة عند خوالي أقرب يعني لأهلي، وبرضو كمان يعني أكون أنا قريبة من أمي قريبة من أبوي، أحسن ما نقضي سنين الانتداب أو النقل نقضيها وين؟ نقضيها بالرياض. فوافقوا له، فالمرة تتبع زوجها وين ما يروح. أنتم عارفين إن أبو سارة مهندس حلو، وبتبع زوجي وين ما يروح، كل واحدة فينا تتبع زوجها وين ما يروح. كيف بيبني زوجي بسكاكة وأصلاً هو قصيمي ويبغى يرجع للقصيم بيوم من الأيام؟ أكيد يبغى يستنى لين تزين بإذن الله تعالى ويستقر خلاص بالقصيم، وبعد كذا بإذن الله تعالى بنبني بيت. عموماً هنا كان في شقق، الحين مو شقق، فيلل كان أبو سارة يوريني إياها بالقصيم، يقول شوفي هذا الحلوات لما نروح بإذن الله تعالى نبي ناخذ منهم. قيمة الفيلا كاملة 800,000 حلو، صراحة أرخص من سكاكة، سكاكة غالية بالحيل. يعني عندي واحد من أخواني ماخذ بيت تقريبا بمليون وشوي، مليون تقريبا و800 مليون، ولا هو يجي ربع هذا بيته، بس سكاكة غالية، هي كذا أسعار سكاكة غالية. فقاعد يوريني عن طريق مؤسسة دارنا، الحين أوريكم المحادثة اللي صارت بيني وبين أبو سارة. أنا وجه فقر قلت له ما أريد منهم قال لي، قلت ما أبغاهم، هذا مو بحلمي، أنا حلمي أبسط من كذا. تعالوا خلوني أوريكم المحادثة اللي صارت بيني وبين زوجي. هنا كان يوريني، أرسل لي رسالة قال لي شوفي الشقق هذول حلوات، نحط عليهم 10,000 زيادة وناخذ، يحطوا لنا مصعد، لأن هي دورين، هو عارف إني أنا ما أبغى دورين، أبغى دور واحد، يعني أنا مجربة الدورين على فكرة. أنا كان عندي فيلا دبليكس بس هجيت منها، متعب متعب الدورين. فقال لي ركبون فيها أصلا صير، وفكري بكرة يجونك بناتك وما أدري شو،
قلت له ما أريد، حتى لو دور أرضي والرمم على ما أنا أبغى عادي، بس دورين أنا ما أريد. هذه الفلل اللي وراني إياها خلوني أوريكم إياها، هذه عبارة عن شقق دار، فلل دارنا اللي بالبعنيزة طبعاً. قلت له ما أبغى، هذا مو بطموحي ولا حلمي، ما أحب كذا، ما أحب الديكورات هذه، ما أحب المغاسل هذه، ما أحب البيوت هذه، ما أحب اللون هذا، أشياء المدرن لا تجيبها لي، أنا ما أحبها، ما أريد كذا، أبغى أي حاجة أحطها بالبيت أبغاها على ذوقي. قلت له، قلت ترى البيت أنا اللي أسكن به، مو الناس، أنا ما علي من الناس، أنا أحط الشيء اللي أنا يريحني أنا ببيتي، أنا اللي بسكن بالبيت، مو الناس اللي يبون يسكنون بالبيت. يعني زي الحين كل البيوت اللي أنا سكنتها تمام أقلبها على طول بيت ريفي، ليش؟ أنا أحب كذا، هذا ذوقي، عشان أنا أرتاح ببيتي، لازم روحي تكون بالبيت. لكن لما أحط البيت للناس على المدرن والحديث وأنا ما أحب الأشياء هذه، طبيعي إني ما راح أرتاح بالبيت، ما أحب البيت، فهذه الأشياء لا تناسبني ولا هي بذوقي. وأصلاً أنا كذا كذا على حالتين، الأثاث الأنتيكي أنا ما أحبه، اللي أثاثهم أنتيكي، أنا الأثاث الأنتيكي ما يعجبني، اللي هو الأثاث البني المحروق أنا ما أحبه ترى. أنا أحب الأثاث الأحمر اللي هو الأثاث البريطاني، الأنتيكي المحروقة هذه يسمونها فيكتوري، أثاث فيكتوري، هذا ما يعجبني. أنا أحب الأثاث المحروق الأحمر اللي هو الأثاث البريطاني، الديكورات البريطانية معروفة أثاثهم أحمر، اللي هو الخشب الأحمر، هذا اللي يعجبني، نفس لون سريري حاليا. فسبحان الله كل واحدة تحط ببيتها اللي يناسب ذوقها، وهذا ترجع لأي واحدة، يعني كل واحدة، أنا مثلا يناسبني هذا ما يناسب فلانة، فلانة تحب المدرن ما تحب القديم، كذا كل واحدة تحط اللي يناسبها. أنا الأشياء هذه ما تناسبني، ما تناسب ذوقي، فهمتوني بنات؟ إن شاء الله يا رب تكون الفكرة وصلت. فأنا أخطط لما إن شاء الله ننقل للقصيم، ما أريد من البيوت هذول الحديثة. قلت لزوجي خذ دار أرضي لو تبني بنا بكيفك، بس أبغى حديقة خارجية، أبغى غرفة زراعة، بحط لي قند دجاج برا، أبغى حاجة ريفية كذا زي الأشياء اللي أنا أشوفها ببريطانيا، أشوفها بالصور، ما أريد الأشياء الحديثة هذه، ما أبغاها، ما أحبها. خلوني أوريكم مغسلة هنا داخل عقلي يا بنات، والله محتفظة بالصورة لي سنتين، قسم بالله يمكن سنتين سنة ونص، المهم أنها قديمة عندي، خلوني أوريكم إياها، قديمة قديمة يمكن أكثر من سنة عدى عليها. خلوني أوريكم إياها ونرجع مع بعض، دام إحنا قاعدين نسولف. أبي أشياء زي كذا. ما أبي الأشياء الحديثة، ودي زي كذا الأرضية ورق جدران خاص بالحمامات، الجدران الأرضية تجيكم بورسلان خاص بدورات المياه، المغاسل الريفية الحلوة، ما أحب الأشياء الحديثة، وزوجي عارف هذا الشيء عشان كذا يدري إني ما أحب الدورين. يعني كان بيتي أول دوبلكس وريتكم إياه قبل، وكان ما شاء الله مرة فخم، بس ما عجبني، مو بذوقي، طلعت منه. ما علينا، بإذن الله تعالى بس يجي النقل تشوفون بيتي الملك بإذن الواحد الأحد، تعيشون معاي كل الأجواء إذا الله حيانا وعطانا عمر. الحين أنا وش قاعدة أسوي هنا؟ قاعدة أعبي الأغراض بالأكياس، قلت على ما يجيب لي أبو سارونا كراتين أبدأ كذا أحط على قد ما أقدر. بتقول يا أم سارة طب بيتكسرون مع النقل؟ لا يا بنات، ما في شيء راح ينحط بسيارة، أنا ساكنة بالدور العلوي بنزل للدور السفلي فقط، منهم وإليهم. طبعا فيديو أمس أنا قلت لكم بالفيديو فيه مفاجأة، الفيديو هذا كان متمنتج بدري، المفاجأة أنا خبرتكم فيها أنا نبغى نطلع من البيت، خلاص هذا كان الفيديو متمنتج يوم الجمعة، وأنا الخبر جاني بعد يوم الجمعة، قبل يوم الجمعة، فأنا كنت منتج الفيديو على إيش، على يعني أنتم فهمتوني، المونتاج حق الفيديو كان متسوي وخالص، والخبر كان لسه ما وصلني، يعني قلت لكم في خبر، هو الخبر نقلنا من البيت، بنطلع من البيت بإذن الله، هذا آخر شهر لنا بالبيت. المهم بنات حطيت اللي أقدر عليه بالأكياس هنا، لما يجيب لي أبو سارة كراتين حطيت المعطرات، وخليت بعض المعطرات بالمنظفات علشان لما أنزل تحت ننظف فيهم إن شاء الله. الحين خلاص بخلص تنظيف بيتي وترتيب بيتي وبلبس كذا، وبروح عند أمي بفطر عندها، بشرب لي كذا فنجان قهوة طالما أني خلصت على ما يجيب لي أبو سارة كراتين، لأن لو بحط كل الأكياس بتخلص الأكياس اللي عندي، بس أحاول على قدر الإمكان أنه إيش، أنه ألم قد ما أقدر. يعني حطيت كمان شوية برقان أو جاكات وخلاص كذا ربطت الكيس، يلا تعالوا معايا الحين نروح وين، نروح عند مامتي، هيا بنا. خلاص كذا أنا عند أمي زي ما تشوفون، جيت عندها لقيتها حاطة القرآن الكريم وحاطة القهوة وحاطة التمر، هذا تمر يا بنات، وقعدت كذا أتقهوى معها. كذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو،
أتمنى من كل قلبي تكونون استمتعتوا واستفدتوا وحبيتوا القناة. إذا حبيت الفيديو لايك صغير يشجعني ويدعمني، وإذا حبيت قناتي حياك يلا طقي عندي اشتراك تنوريني وتشرفيني. رب اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استودعتكم الله.